احمد في اتفضل. حاجه، كولر لو كان خايف ما كانش بدأ بقفشه. كولر كان لو حط كوكا. كان حط كوكا او لعب زي موسيماني في سنه من السنين، لعب رامي ربيعه متقدم وياسر ولعبوا ليبرو قدام صح. ورا الاثنين وليبرو قدام الديفندرات، كان بيطلع يتقدم بس كان ويرجع ناجح تاني. يعني الماتش مش بتاع قصدي، الهلال لا كان ناجح. انا فاهم، هو الراجل وجهه نظر انه بدأ بقفشه، وقفشه الناس كلها تعرف ان ادواره الهجوميه اكتر من انها دفاعيه. اول 5 دقائق او 10 دقائق بالظبط في المباراه يدوك احساس ان النادي الاهلي نازل عايز يجيب جول. اول 15 دقيقة بالظبط انا كنت بالظبط، مركز فيهم. الاهلي ضاغط مكثف ضغطه من عن طريق رضا سليم، قدر يلبس الراجل انذار انذار. في بدايه المباراه، رحت باكتر من كوره، تسديده قفشه. اللي حصل ايه بكلامي مع اللعيبه ايوه بقى او احكي لي الكواليس بقى. بالظبط، انت بتلعب فريق بينفذ الضغط على الخصم بشكل مش طبيعي. يعني اللعيبه تقول لك احنا ما قابلناش فرقه بالشكل ده، انت ما بتلحقش تستلم الكوره. يعني اول ما تستلم الكوره بتلاقي ضغط رهيب عليك، ويمكن الهدف الخطا اللي حصل صح. لمروان، مروان نفسه ما لحقش يفكر، يعني هاني قدامه كان ممكن ما لحقش، هو الضغط رهيب. كمان لما بتضغط عليهم ما بتعرفش تخلص منهم الكوره، لان هم بينقلوا الكوره بمنتهى السرعه. بس احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي برضه يا ابو انا علي. عارف، بص بص يا امير، ما ننكرش ان الهزيمه بالخماسيه والهاجس بتاعها اثرت وصداها نفسيا. عامل نفسي مهم ماشي جدا، وكان لازم ماشي. الطبيب النفسي جدع بتاع النادي متفق الاهلي. معايا. لا انا قصدي على فكره ان كولر نازل خايف، لو خايف كان بدأ بكوكا تالت ولعب بثلاثه وقفل وما بس عملش ده مش خوف. لا انا قصدي ايه، ان هو منزل قفشه عشان قفشه لاعب الفرقه كوره، يقدر يلعب ويستغل يبني سرعات عليه رضا الهجمه سليم. يعني. بالظبط، يستغل سرعات رضا سليم وبيرس تاو. لكن لعيبه النادي الاهلي مع امكانيات لعيبه صن داونز الرهيبه، اللي فريق اللي بيتجدد كل سنه، وبتبص تلاقي امكانيات لعيبته بتبقى اعلى من اللعيبه بيجيبوا التانيه. لعيبه انت حلوه قوي، بتلعب من غير لعيبه حلوه شلويلي، قوي على بتلعب من غير اسمه روبيرو اللي هو اللاعب البرازيلي ده، بتلعب من غير لعيبه مهمه جدا عندهم وهجوميا اقوياء جدا. لكن انا وجهه نظري تسالني يعني كراجل بتاع كوره بقى او بتفرج على كوره، صن داونز فرقه في المتناول وتقدر هي تكسبها بسبب دفاعاتها وبسبب الاخطاء اللي موجوده في الدفاع والثقه الزياده اللي عند حارس المرمى. وكمان النسخه دي مش هي النسخه المرعبه اللي شفناها قبل كده في اكتر من مره. يعني الاهلي بشويه هدوء بالدعم الجماهيري بالذات اول ربع ساعه دي مهمه جدا، طبعا. ان انت تامن ما يخشش فيك اهداف، وتقدر تقسم المباراه على اجزاء زي ما عملت في مباراه الهلال السوداني مع الفارق، تقدر ان انت تحقق الفوز على فريق صن داونز باذن الله، وتقدر تتخطى الدور ده. ان شاء الله. مطلوب من لعيبه النادي الاهلي بس شخصيه النادي الاهلي تظهر في المباراه دي، تمام. مش انا عشان العب ماتش تقيل دي اهم نقطة. في لعيبه ممكن تقعد مثلا في الفطار تاكل في طبق المكرونه ساعه من كتر التوتر والقلق. لا، انت عايز لعيب عندها شخصيه لعيبه النادي الاهلي، لعيب يقدر يعني، ولعيبه الاهلي عندهم ما شاء الله من الشخصيه وعندهم من الخبرات الافريقيه اللي تاهلهم ان هم يعملوا ده. من خلال حديثك مع بعض اللاعبين، انا عارف انت من الناس اللي عندهم معلومه وبتتواصل مع الناس حبيبي داخل حبيبي النادي الاهلي، الدنيا ماشيه ازاي؟ هل في تفاؤل؟ هل في ثقه؟ بيفكروا زي كلام كولر مع اللعيبه كان ايه كولر اتعامل مع اللعيبه نفسه كويس جدا. بعد حتى الماتش؟ مروان نفسه كان واقف في المطار متضايق ويعني حاسس بالذنب ان هو كان سبب في ماشي. الهدف، مع ان شاف الهدف خطأ مشترك من اكتر من عنصر. فوقف قال له انت متضايق ليه؟ انت لعيب كبير، مفيش حد ما بيغلطش، كويس. عندنا مباراه مهمه بعد يومين بالظبط، لو فضلنا نفكر في الخطا مش هنعرف نلعب المباراه الثانيه. مظبوط. الماتش الثاني ده الشوط الثاني تقدر بشخصيتك تنسي الناس، الاحتفال بتاع الراجل. ده احتفال مكوين، تقدر تنسي الناس الخطا ده، وتقدر ان انت تساهم في فوز الفريق بالمباراه كويس. الثانيه، ونصعد نلعب هشتغل على نلعب الجانب النفسي. حلو. طبعا. وانا عجبني مارسيل كولر في مطلوب جدا. الكلام مع مروان عطيه بالذات، اللعيبه نفسهم في الطياره قعدوا مع مروان عطيه، يمكن قفشه والشناوي وياس اكتر من لعيب والله. قعدوا مع مروان في المطاي في الطياره وراحوا له واتكلموا معاه. اللعيبه بينها وبين نفسها لازم نرد على اللي حصل، نرد كويس. على الاحتفالات دي، وصل لهم الفيديوهات بتاعت الراجل اللي هو تمام بيحتفل. كويس. ودي حاجة بتفكرني يمكن بالمشجع في ماتش الوداد اللي قاعد يقول مترجي ومش عارف ايه، الكابتن سيد لعب على الحتة دي وقتها طبعا. نفسي كويس جدا. وانا يمكن زي ما الاستاذ احمد قال، كنت قلت بعد الماتش على طول عندي في اليوتيوب، قلت لازم اللعيبة تتفرج على الفيديو ده وتحط قدامها ازاي شخصية النادي الاهلي، مدير فني صح، يثق ان هو خلاص كسب وبيحتفل، وعلى غرار ما حدث في مباراة الصفاقسي مع مستر مانويل جوزيه لما في دخل 2006 فريق الصفاقسي في طبعا. 2006 قال لهم صدر لهم ضغط. فلازم لعيبة الاهلي الفيديو ده بقى قدام عينيهم، الثقة الزيادة اللي كان بيلعب بيها فريق صن داونز والفرحة الغريبة بعد المباراة تبقى قدام عينيهم، ويرد على ده في الملعب عملي ان شاء الله باذن الله هم قادرين على كده. مظبوط.